يا سلام، الامتنان، وان الواحد يبقى ممتن كده. انا اعتقد دي شيء عظيم جدا، ونيفين عصام النهارده هتحكي لنا عن الموضوع ده، منوره ميرسي في يا كل جيل، الفضائيات والراديوهات ربنا يخليك، ربنا يخليك. النهارده هنتكلم عن الامتنان. يعني النهارده هنعرف بقى يعني ايه الامتنان. ايه الامتنان بقى ده؟ ايه ايه بقى؟ قصة الامتنان ده يا سيدي؟ قولي لي بقى. الامتنان هو ان انا من جوايا ابقى قادرة اتعرف على الحاجات الحلوة اللي في حياتي واقدرها، كبيرة صغيرة انا ابقى عارفاها وحاسة بيها ومقدراها. مش شرط تبقى حاجة بسيطة او مش شرط تبقى حاجة كبيرة، لا انا اركز على الحاجات الحلوة كلها والحاجات اللي في ايدي، مش الحاجات اللي ضاعت مني. يعني لازم ابقى متعرفة عليها ومقدراها. ده ببساطة ايه هو الامتنان. طب الامتنان ده فايدته ايه بقى؟ يعني انا هيفرق معايا في ايه لما تقولي لي انت لازم تبقي ممتنة؟ هيفرق معايا في ايه؟ الامتنان بيفرق في الصحة النفسية جدا. ليه؟ لانه بيغير طريقة تفكيرك، تفكيرك بيبقى تفكير ايجابي اكتر. ليه؟ لان انت هتبقى راضي، لان انت بتبص للحاجات الحلوه اللي في ايدك، فتبقى شبعان، هتبقى متشبع بهذا الشعور، فبالتالي تفكيرك هيبقى ايجابي. الدراسات بتقول انه بيقلل الاكتئاب، بيقلل الارق، بيقلل القلق، القلق المستمر، كل ده الامتنان بيعمله. طب على الصعيد بقى الصحه الجسديه، انت عارف ان الدراسات بتقول ان اللي بيزاول عاده الامتنان دي كتير ضغطه بيبقى مظبوط. هو الامتنان عاده؟ طبعا هنعمله عاده، اتسهبت عاده هنعملها. ليه؟ انت لما بتقعد طول الوقت تبقى ممتن، انت اول حاجه الدراسات بتقول ان ضغط دمك بيبقى مظبوط، تمام، نومك بيبقى احسن، مناعتك تخيل بتبقى احسن واقوى. طب انا هسالك سؤال، قول لي. الامتنان لو انا بحب نفسي، بحب النفس، حب النفس، تمام وتقدير الذات، تمام، ده الممتن، مش ده نوع من الامتنان بص، هو ولا ايه؟ الامتنان حب الذات وتقدير الذات دي كلها حاجات بتبقى حلوه لصحتنا النفسيه وبتبقى درجه عاليه جدا من الصحه النفسيه المستقر. بس الامتنان دي عاده انت لما هتبتدي تمارسها يوم يوم في يوم، انت نفسك هتحس ان انت مستقر اكتر. ليه؟ لان ممكن حد يبقى بيحب نفسه بس مش عارف يحط ايده على حته الامتنان دي، مش عارف يعملها. ليه؟ هقول لك ليه بقى. انا في ناس بتبقى صعب عليها تعمل موضوع الامتنان ده. اول حاجه احنا عندنا حاجه اسمها التحيز السلبي. احنا مخنا دايما بيفكر في الحاجات اللي ضاعت مننا، الحاجات اللي عملناها غلط، ما بيمسكش في الحاجات الحلوه الصغيره الا لو انا اللي سستمته، انا اللي وجهته انه لا انا النهارده هفكر ايه الحاجات الحلوه في يوم. معظم الناس مخها بيركز في ايه الحاجات الوحشه في يومها، انا عملت ايه النهارده غلط، انا عملت ايه النهارده وحش. فده من الحاجات اللي بتخلي ان انا عاده الامتنان دي تبقى صعبه. حاجة كمان طبعا الضغوطات بتاعت الحياة، ضغوطات المجتمع والحياة الإيقاعها سريعة قوي، تديناش وقت ان احنا نقف كده مع نفسنا ثواني ونقول الله ده النهاردة يوم حلو. طبعا بقى غير قصة السوشيال ميديا والمقارنات والليلة دي كلها، دي بتخلينا مش بنعرف نبقى دايما ممتنين. وانت بتتكلمي بتقولي موضوع السوشيال ميديا والمقارنات، صحيح، مش فاهم يعني ايه لان دايما السوشيال ميديا هي فتحت عينينا على حاجات كتير قوي يا شريف، خلتنا نبص زي ما كنا بنتكلم على موضوع الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، انا بقارن نفسي انا ليه مش شبه الام دي. انت كراجل ممكن تقول ايه ده، انا ليه مش راكب عربيه فارهه زي عربيه فلان، انا ليه انا ليه انا ليه. الكلام ده بيعيق ان احنا نبقى ممتنين للحاجات الحلوه في حياتنا حتى لو صغيره، فاهم قصدي؟ فهي السوشيال ميديا عملت علينا ضغط كلنا، رجال وسيدات ومراهقين. احنا طول عمرنا قبل السوشيال ميديا كنا بنشوف فلان ماشي في الشارع وراكب عربيه فارهه وناس بتعمل مش عارف افراح ايه و لا، كنت بتشوفهم فين؟ واحنا في الشارع ماشي، هتشوف ايه مره؟ مين اللي هيشوفهم؟ واحد اتنين تلاته، خلاص دلوقتي مفتوحه، انت قدامك، انت حد عمل شير، انت الدنيا كلها بتتفرج، الدنيا كلها بتشوف. فبقينا نحس بايه ده من هنا ومن هنا ومن هنا، فالضغوطات زادت، فما بقتش تعرف تبقى ممتن لحاجه. انت ساعات على السوشيال ميديا ممكن تشوفي أم بطريقة ما مع زوجة مع جوزها مع عيالها وتقولي الله إيه ده بصراحة؟ زمان كنت بقول إيه ده، أنا ليه مش شبه إيه الأمورة الحلوة دي، بصي والنبي جميلة وحاطة ميك اب وماشية مأنججة جوزها وبتتفسح، وكنت أقول إيه ده الله. لأ دلوقتي بقيت فاهمة إنه لأ، ده تمثيل، مش تمثيل، كل ما فيش حاجة مستمرة، أنت عمر يومك لا، ما يبقى ماشي مظبوط. وجزء من الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا دي بالذات بقى الحاجات اللي فيها جيبي 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 الصوصوة دي دول ممثلين ببراعة يعني، وعرفوا يقنعوا الناس. لا وخلاص بقى، في حاجة بقى اسمها اللي هو انا ممكن اعمل فيديو عشان الريتش يعلى،
فعشان بس اوضح ايه الريتش، عشان الفيديو يتشاف كتير، فلما الفيديو يتشاف كتير ما خلاص. وبعدين خلي بالك هو في ناس بتتربح من السوشيال ميديا، فكل ما الفيديو يتشاف كتير وكل ما الشخص ده بقى متشاف كتير خلاص. هو مشكلة التربح لما السوشيال ميديا دي هي اللي بوظت الدنيا. في ناس يستحقوا المتابعة على السوشيال ميديا، لان انت لما انا دلوقتي لما انا دلوقتي لو تابعت شريف على السوشيال ميديا، انا بتابع شريف ليه؟ عشان شريف ده هيضيف لي حاجة، هيقول لي معلومة لطيفة، هيقول لي حاجة ممكن تنفعني، انا عشان كده بتابعه. لكن انا مش هتفرج على واحدة بتقلي سمك في اوضه النوم. طب انا غير استفدت ايه؟ انت بتتابعي حد وبتستفيدي منه؟ اه طبعا. بجد؟ طب ايه بقى؟ لا كتير. زي من غير اسامي؟ من غير لا كتير. في مثلا الناس بتتكلم على الصحه النفسيه، اه ببقى مهتمه جدا ان انا بتابعهم. الناس بتتكلم على تربيه الاطفال ببقى مهتمه. الصفحات بتاعه الطبخ، انا بموت في الاكل فببقى مهتمه اشوف ريسبي ووصفات جديده وكده. لو حد موثوق فيه بيتكلم بطريقه سلسه في الدين، انا بحب اتفرج عليه جدا بدون ذكر اسماء، بس انا في واحد بحبه جدا فبحب اتفرج عليه. اللي هو بيوصل المعلومه بطريقه سلسه بطريقه بسيطه. الحاجات الاخباريه ان انا بس يبقى مصدر برضو اخبار موثوق فيه، لان في مليون مصدر اخبار، فانه ان دي تبقى حاجه مهمه. القنوات يعني مثلا لا احب اتابع اشوف ايه برامج ايه كده، بس لا طبعا بستفيد يعني عشان بس ما بقاش لو حد بيضيف لي. لكن الناس بقى اللي هو يعني بنقلي حاجات وهي واسد وورده وكده وزرافه وتكبيس والحاجات تكبيس دي انا ما. طب نرجع مره تانية للامتنان، احكي لي برضو اعلم ابني ازاي هو صغير انه يبقى شخص ممتن. ما هو لو لقاني انا بعمل الامتنان ده عاده في حياتي هو خلاص ما احنا زي ما اتكلمنا قبل كده، الام دي المرايه، انا بعمل حاجه ولادي هيقلدوني على طول. فانا ازاي يعني ازاي بقى الامتنان ده اخليه عاده؟ زي ما قلت لك المره اللي فاتت، نكتب. طب انا هلعب معاك لعبه كده. يلا ماشي. انا وانت هنقول ثلاث حاجات ممتنين ليها من غير ما تفكر، انا مره وانت يعني دوري ودورك، مش تقول الثلاثه ورا بعض عشان اديك فرصه كده. انا دوري وبعد كده دورك من غير ما تفكر. هنبتدي بيك، قول لي حاجه انت ممتن ليها دلوقتي من غير ما تفكر. النفس اللي بتنفسه. اوكي انت قولي حاجه ممتنه ليها. ماشي. انا ممتنه ان انا قاعده مثلا هنا النهارده بتكلم عن الامتنان، ففي ممكن حد يسمعني فيعمل يبتدي يعمل عده الامتنان دي. قول بسرعة. اهلي اللي انا عايش معاهم. اوكي. ولادي احلى حاجة في حياتي، فانا ممتنة لوجودهم، فهم مطلعين عينيا ودماغي بتفرقع، بس هم اهم حاجة في حياتي. ماشي. انت دورك قول لي. ان انا عايش في وطن قوي قادر يأمني ويأمن حدوده. اوكي. انا ممتنة ان انا بحاول اساعد الناس بطريقة او باخرى، انه الناس اللي بتتفرج عليا ممكن تقول لي كلمه حلوه فدي حاجه تبسطني، فانا ممتنه للناس اللي بتشوفني دي. شفت احنا عملنا ايه؟ عملناها لعبه. نكمل ولا كفايه؟ عايز تكمل؟ انا ممكن نقعد للصبح. شفت احنا عملنا ايه؟ عملنا لعبه. احنا لو عملنا لعبه الامتنان دي مع اولادنا كل يوم قبل ما يناموا، وكل ام بتنايم اولادها صغيرين كده في السرير من اول 5 6 سنين، ايه اكتر حاجه حلوه النهارده؟ انت مبسوطه ليه؟ ايه اكتر حاجه انت شايفاها انت عايزه تشكري ربنا عليها؟ لو اتعودنا يا شريف ده طريقه تفكيرنا هتتغير. خلي بالك احنا بقينا دايما نبص على الحاجات اللي احنا ضيعناها من ايدينا. يعني مثلا لو جات لي فرصه شغل وضاعت، عملت انترفيو وما اتقبلتش، مش مهم، هقعد اندب حظي بقى. لا هيجي لي احسن منه. بس على فكره انا قعدت كتير قوي عشان اوصل للمرحله دي. وبمناسبه الانترفيو، انت عارف ان انا في مره عملت انترفيو وما رضوش ياخدوني عشان انا ام؟ وكانت نفسيتي بشعه، خرجت بقيت بعيط بالدموع. لا انا بشوف الحاجه اللي بتروح من الواحد بيجي له احسن منه. بس انا وصلت للمرحله دي انه خلاص راحت، احنا هنقعد نبكي هنكمل. لا يعني قريب كنت في حته ففي ولد صغير فجاي قاعد مقموص، يعني عنده بتاع 7 8 سنين. انت مقموص ليه؟ عشان الحلاق حلق له حلقه مش عاجباه وشعره شاله قوي. فبصيت له كده قلت له طب ايه المشكله؟ ما هيطلع شهر وشعرك هيطلع تاني، يبقى روح لحلق تاني يحلق لك. فبص لي كده قال لي فقلت له امه وابوه هو انت ما قلتلوش كده ليه؟ هو شهر اقل من شهر والشعر هيطلع ويروح من حلقه. انت نورت له على حاجه هو ما كانش شايفها، يعني خدتها بسلاسه يعني. فهي دي الفكره. فهي الفكره ان احنا الامتنان هيعلمنا نبقى راضيين، لان دي مشكله ناس كتير قوي يا شريف. الناس ما بقتش راضيه، في نسبه كبيره قوي من الناس ما بقتش حاسه برضا. طب الرضا ده هيجي منين؟ ما هو في ناس اعتادت، بنقول ايه، اتعودوا على النعم،
انت النفس ده انت متعود تتنفس، انت متعود تاكل، متعود تشرب، متعود على باباك، متعود على مامتك، انت في يوم وليله ممكن مفيش اي حاجه خلاص دي. حاجه تروح. يعني في بوست كتير قوي بشوفها انه حد يبقى والده او والدته توفوا يقول انا نفسي يوم من الايام اللي كانوا بيكلموني فيها وبدوس نو يرجع. انت متخيل الفكره بايه؟ فاحنا لازم نمتن لكل حاجه في حياتنا، بالذات اللي عايشين مع اهاليهم وكده. وفي واحد صاحبي مصر مره اعرفه دايما متضايق ان مامته يعني مضايقاه، قلت له بكره تتمنى تسمع نفسها. صح صح، بس الناس بتحس بقى بكده امتى؟ بعد فوات الاوان. فنقعد بقى ايه نتضايق ان ده حصل. عشان كده بالذات تجاه اهلنا لازم نبقى يعني نحاول نشبع من بعض على قد ما نقدر. صحيح صحيح صحيح، بس ظروف الحياه ساعات بتبعد. يعني مثلا صح. اللي بتتجوز وبتسيب بيت اهلها وبتروح عند جوزها وبتبقى المسافه بينهم كبيره، نحاول بس نقرب على قد ما نقدر. يعني عندك ايه كمان في الامتنان؟ تيجي نسمع اغنيه؟ يلا بينا، وبعد كده نرجع وبعدين فاصل. اوكي، هنسمعك اغنيه للسوبر ستار النجم رغيب علامه. ايه بقى؟ مغرم يا ليل. الله، حلوه قوي. بتهديها لمين؟ بابايا ومامتي وجوزي وولادي وكل أهلي. الدكتور. ايوه. جاهز؟ يلا بعديها فاصل. مزيكا. مغرم يا ليل يا ليل، مغرم يا ليل في سهر الليل، مغرم يا ليل يا ليل، مغرم وقلبي ما يتميل، مغرم يا ليل يا ليل، مغرم يا ليل في سهر الليل، مغرم يا ليل يا ليل، مغرم وقلبي ما يتميل. ميل لقمري وجنان وقمري مش واخد باله، ميل لقمري وجنان وقمري مش واخد باله، محلى القمر محلى جماله، بكل ليلة بشوفه جميل جميل. يا ليلي مغرم يا ليلي يا ليلي، مغرم يا ليلي شهر الليل، مغرم يا ليلي يا ليلي، مغرم وقلبي مايل. لو عالنجوم لو عالبحور، واللي عذابي بيحلالك، ولحد امتى هتبقى تقيل؟ ميل لقمري وجمال وقمري مش واخد باله، ميل لقمري وجمال وقمري مش واخد باله، محلى القمر محلى جماله، في كل ليله بشوفه جميل. يا ليل أيوة. أربعة شارع شريف، أربعة شريف. رجعنا لكم مرة تانية بنتكلم عن الامتنان، وزي الواحد يكون ممتن لنفسه وللأشياء اللي حواليه وللناس اللي حواليه. ونيفين عصام منورانا، أهلا بيكي. أهلا نفسي. نرجع نكمل موضوع، انت قلتي نعمل ورقه ونكتب فيها ايه؟ في حاجه كده كنت بعملها ولسه ما زلت بعملها، يعني بعمل حاجه اسمها قائمه الامتنان. كل يوم قبل ما بنام كده بنص ساعه جايبه ورقه بقسمها بالايام زي جدول، فاكر جدول الحصص بتاع زمان، سبت حد اثنين تلات كده، بكتب اكتر اربع حاجات انا ممتنه ليهم حصلوا النهارده. ايه اكتر اربع حاجات انا مبسوطه بيهم؟ حتى لو حاجه صغيره، حتى لو عملت صينيه مكرونه بالبشاميل وطلعت مظبوطه، مهما يعني اي حاجه صغيره بكتبها. بفضل كل يوم اكتب، ويوم الجمعه بعد ما بخلص بقى بقرا كل الكلام ده بشوف ايه اكتر حاجه حصلت في الاسبوع انا حسيت ناحيتها بالامتنان. تمام. ولما بلاقي الحاجات الانجازات الصغيره كتيرة، يعني مثلا لو في يوم زودت عن 3 4 بجمعهم بشتري هدية لنفسي. اوه
حتى لو كانت حاجه صغيره. برافو عليكي. بعمل كده. ولو الميزانيه مخرمه قوي يعني بشتري مره في الشهر مش مره في الاسبوع. اوكي. اصل ممكن تجيبي شوكولاته لنفسك. ايوه حاجه عبيطه مش لازم. بس لو لقيت الحاجات اللي انا عملتها الصغيره بنسميها سمول وينز، الحاجات الصغيره الكويسه اللي عملناها لما بلاقيها كترت بجيب هديه لنفسي، وبعمل كده مع بنتي، بعمل كده مع علي. هو ليه يعني نقعد نعمل كل ده ونقعد نكتب وكده؟ ما من الاول نبقى ممتنين وخلاص. هقول لك ليه. زورنا الانستجرام والفيسبوك الخاص بيها. عشان انا اكتشفت ان انت لما بتبقى الحاجات كلها في دماغك انت دماغك مش هتعرف تقسمها. ازاي؟ هقول لك. ما انا باجي انام بالليل. ايوه بتعمل ايه اللي بيحصل؟ النهارده انا كنت لطيف مع الناس الحمد لله، النهارده انا عملت حلقه حلوه، النهارده انا اتفسحت فسحه حلوه، النهارده ربنا رزقني بحاجه الحمد لله. ايوه بس يعني في ستات ما يعني انا مثلا ام ما بيبقاش ما بقدرش اعمل الكلام. انت بتقارن ايه؟ انت بتقارن واحده بتغسل طول النهار وبتنظف وبترضع وبتطبخ، هتقعد بالليل دي ما بتصدق يا حبيبتي تحط دماغ راسها على المخده. هتقول الحمد لله ان انا رضعت وان انا عندي طفل حلو. طبعا الحمد لله. الحمد لله ان انا معايا فلوس اجيب اكل للعيال. ماشي. ما انا لما العيال بتنام بقى بكتب انا عملت 1 2 3 4. ايوه بس يعني كده لما بشوف طول الوقت في ذهني ليه ان انا بحمد ربنا على النعم. ماشي ما هيبقى طول الوقت في ذهنك، بس لما تشوفه مكتوب يا شريف هتحس ايه ده، الله انا عملت حاجات كتير قوي، غير لما تبقى بتفكر فيهم. انت بتفكر انت كل فكره رايحه كده في حته، لما بتكتبهم لان انا مريت يعني انا كنت زيك كده، انا لسه قاعد اكتب بقى وبتاع ما كله هنا. لا زي لما بنكتب الحاجات اللي ورانا انت مع انا شخص ما بيكتبش عشان كده بقى. لا وهفضل وراك لحد نادرا ان انا امسك قلم، ما عنديش قلم اصلا. لا هتكتب. لا نوتس على التليفون. لا 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 ما بتنساش خالص ما شاء الله. مش قصدي بقول ما شاء الله، بس لا في ناس بتنسى، انا بقيت بنسى طبعا، بسقط حاجات كتير فلازم اكتب. يا جماعه الامهات ما تستهونوش يا جماعه، دول في دماغهم في زحليقه فوق. طب في مدينه برضو. ملاهي الرجاله برضو. لا الام اكتر. اقعد انت بقى قول رجاله مش رجاله، لا الام اكتر. لا معلش ما انا متحيز للستات. ايوه بس لا الام يا جماعه لا ده في والله ده في مدينه ملاهي فوق. كنت بقرا حاجه كده من كام يوم بيقول لك نسب الطلاق اللي بالخلع زادت قوي في مصر. اللي بالخلع؟ اه الست تخلع الراجل. ما تلاقي جابت اخرها يا عيني. ما اعتقدش يعني هتقرر تخلع الا لو كلمنا عن العلاقه الزوجيه والامتنان فيها. حلو ده. هو المفروض انا مش متجوز فمش هقدر احكم برضه. اوكي. بس انا لو متجوز واحده هبقى ممتن ان انا متجوز اصلا. طبعا. وهي نفس القصه هتبقى ممتنه ان هي متجوزه. ايوه. ان هم عايشين. طب اديني بقى فرصه اقول كلمتين في حقه يمكن يجيب لي هديه ولا حاجه. لا هو اكيد لو الست لو اصل خلي بالك العلاقه ما بين الراجل ومراته ما لازم تبقى في امتنان منهم، انا ممتنه لوجوده في حياتي ودي حاجه حلوه قوي. عايزه اقول للناس كده، امتى اخر مره قلت لمراتك انا بحبك؟ او قلت لمراتك الله تسلم ايديكي الاكل حلو؟ انا مع دي مع التانيه. بس ان حد يقول لحد انا بحبك دي انا بشوف انها صعبه. لا مش صعبه. اصل هقولها ليه؟ يعني ما انا لا معلش احنا في اوقات بنبقى عايزين نسمعها. بقول لك ايه؟ ما تبوظش الدنيا، سيبهم كده ثابتين زي ما ما تبوظش. لا يعني انا مثلا احب اقول لها ايه؟ يعني لو في الموقف وانا اتحطيت في الموقف ده ايام ما كنت مرتبط او كده. شكلك حلو قوي النهارده. ايه ده وحشتيني بجد؟ الاكله اللي انت طبختيها دي تحفه. طب ما انت حلو اهو. بس عمري ما هقول لها انا بحبك. لا طبعا لازم تقول لها انا بحبك. لا ما لا طبعا دي مش امال ايه يعني انت بقى اللي هو جو تصرفاتي بتقول والكلام. طب ماشي غير تصرفاتك احنا بنبقى عايزين نسمعها. اساسا لو واحده قالت لي شريف انا بحبك هيجي لك رزق ضحك. بتهزر؟ طبعا. ليه شريف؟ لا ليه يعني؟ لا هضحك. لا انا هيجي لك رزق ضحك. مامتك عمرها ما قالت لك انا بحبك؟ مين؟ مامتك اكيد قالت. لا ما بنقولش كده بصراحه في بيتنا واحنا بنموت في بعض، بس ما بنقعدش نقول حاجات زي كده. لا انا بقول لبنتي انا بحبك وبموت فيكي. لا لازم اقول، لازم تحس ان لازم تسمع ودنها تتعود على الكلمه. لا طبعا في اوقات كتير قوي الست بتبقى محتاجه تسمع ان بقول لك انت هتبوظ الدنيا. لا طبعا لا ولازم هو يسمعني وانا بقول له انا بحبك. طبعا شريف المشاعر دي والله مع الوقت. ايوه انا فاهم المشاعر دي مش بالبق تتقال كده، نحافظ عليها مش كلمه بالبق وبالتصرفات. انا شايف انها تصرفات. ماشي بس في اوقات ودلع بتبقى وانا ما انت جوزك دلوقتي ما يدلعك. ايوه يقول لك تعالي ننزل نقعد في حته. ماشي تعالي هو ده دلع؟ طبعا. ان يقول لي تعالي ننزل نقعد في حته ده دلع؟ مع بعضيكوا لوحديكوا ده دلع. دلوقتي في الزمن ده
بقول لك ايه؟ ماشي. ده لو قال لك بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نتمشى بالعربيه شويه ونسمع عبد الحليم حافظ، ده دلع. ما احنا مش هنعمل كده عشان في عيال في البيت فمش هنقدر نسيبهم. ما خلينا واقعيين. خدهم معاكم في العربيه. يسمعوا عبد الحليم حافظ؟ احنا كانوا انا كنت بسمع وانا طفل صغير. ايوه ماشي، بس يعني فين بقى الدلع ان هو مخرجنا في العربيه سمعنا عبد الحليم حافظ؟ ماشي حلو ان هو يخرج ولاده وكل ده، بس يقول لها بحبك برضه، تسلم ايديكي، الله شكلك حلو. ايوه انا مع ده، حسيتي. انا مع ده. ايوه مع ده. شكلك كده حلو، وحشتيني يا جماعه. وحشتيني. ايه أيوة. بحبك دي؟ بحبك مش انا مش مقتنع بيها خالص، يعني ان انا اقول لواحده او يعني او مراتي مثلا انا بحبك، ما هو طبيعي انا اتجوزتها يبقى انا بحبها وهي بتحبني، اقولها ليه؟ أيوة بنبقى عايزين نسمع ده. هي الكلمه دي اللي فارقه معاك؟ ايوه طبعا. ما ممكن يقول لها اي كلام وخلاص على فكره، يعني يقول لك بحبك بقى كده ولا يتصرف تصرفات حلوه؟ الاثنين. انا عايزه يتصرف تصرفات ويقول لي طبعا، يقول لي بحبك، امال ايه يعني؟ طب فين المشاعر يعني؟ خلاص ما اصل انت مع سنين الجواز الكتير خلاص، ما هو انت بتتعود، انت بتتعود ان هو يعمل وكذا كذا كذا كذا. في اوقات لا معلش قول لي انا محتاجه اسمع بحبك. هي كل الستات كده صح؟ والله اعتقد يعني، عشان بس الناس ما اصل انا الناس بتهاجمني كتير قوي، بس لا اكيد الست كل الرجاله بتقول للستات انا بحبك ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن بعد الحلقه يعني الرجاله تتشجع وتقول لزوجتها. لا انا مع ان الرجاله تتشجع ويعملوا تصرفات كده لذيذه مع ستاتهم بصراحه. ايوه ما هو ايوه يعني شريف، ما يطبطب عليها، يبقوا قاعدين يروح واخدها كده في حضنه، كل الحاجات دي لذيذه قوي. دي اهم من كلمه انا بحبك. انت واخد بالك؟ لا ولا حاجه، ده كده احنا رجعنا، ده فيلم ايامنا الحلو صح. طب انا اقول وحش ولا غلط؟ انت صح، بس مش كل الرجاله بتعمل كده، في رجاله كتير قوي بتتكسف. مش بتتكسف، هو مش فاضي بقى للكلام ده. لا اليوم مش قاعدين في البيت على الليفنج، في الكنبه على الليفنج روم بيتفرجوا على التلفزيون. لا ما خليني بس اقول لك على حاجه، انا بس عايز اشرح لك في فقره كده انت مسقطها. لا يعني انا استني بس قبل ما تقولي. ماشي. انت دلوقتي راجل ومراته اوكي، والعيال قاعدين قدام التلفزيون ماشي على الكنبه، والعيال قاعدين يلعبوا كده اهو، فيها ايه مثلا؟ ما الراجل يروح حاطط مثلا ايه؟ لا ده وان هابي فاميلي، اسره سعيده، ده ما بيبقاش موجود يروح في بيوت كتير. إيه؟ راسه كده على 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 الكلام ده مش عليا بس عشان ايه؟ يروح حاطط مثلا راسه على كتفها كده. لا يا شريف، هو يقول لها الحمد لله ان انت في حياتي. ايه بقى الحلاوه دي؟ ده 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 قمر كده. بس ثلاث ارباع الرجاله، ما خليني بس اقول لك على حاجه عشان بس تروح هي قايله للعيال شوفوا يعلى ابوك بيحبني ازاي؟ يا سلام. لا ثانية واحدة دي هتقوم. فالعيال هيتبسطوا يحسوا بامان. اللي انا بقوله ده غلط ولا صح؟ ده عظيم. شو ما بيحصلش؟ لا في اوقات كتير طبعا ما بيحصلش، وفي في مجتمعات معينة ما بيحصلش. الراجل بيخلص شغله 8 9 بالليل، وفي رجالة بتشتغل شغلانتين يا عيني، بيرجع ده ايه ربنا يخليك ليا، ويتفرجوا على التلفزيون. لازم يقول لمراته كلمتين حلوين. ماشي يقول لها، بس اللي انت بتقوله يقعدوا مثلا مع عاملين فشار هو ياكلها شوية. شريف انت معلي سقف التوقعات قوي، انت فوق قوي قوي. لا انت فوق جامد. انا في حواليا ناس كده. ماشي انا ما بقولش ان ده مش موجود، ده الصح، ده السيناريو المثالي، ان هو يقول لها بحبك، يقول لها ربنا يخليك. انا بقى لا بقى شوفي انا ماشي معاكي على طول الخط عندك. شوف بقى انت بحبك مضايقك في ايه؟ لا ما اعرفش انا ما لا انا بقول لك انا ما لا يقول لها بحبك ربنا يخليكي ليا. ما هو ده اللي انا قلته، ده احلى بكتير ده من غيرك ولا حاجه. عايزين نسمع بحبك. الست بتبقى عايزه تحس ان هي ما زالت جميله وحلوه وبرونقها. أيوة وزي القمر. ايوه 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 يقول لها انت حلوه وجميله وزي الفل، انت خسيتي كده بس ما تخسيش اكتر من كده، كده انت كده عاجباني. وهي مثلا بطنها كبيره وفي الحمل، فهي تقعد بقى تبص قدام المرايه، ايه ده انا شكلي بعمل كده كعبيره وعبيت عايزه طبوقه. لا 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 طبوقه ايه ده، انت قمر، ده انت كفايه انت هتجيب لنا عيل، ده انت يا ريتك تفضلي كده على طول. المفروض الراجل يعمل كده. بص انا اقول لك على فكره حلوه، انا هجيب لك كل الستات اللي بيبعتوا لي مسجز هنا في الاستوديو يقعدوا بقى كده حواليك ولا انت لا المفروض الراجل والست يدلعوا بعض. انت في حته بعيد قوي يا شريف، انا اسفه بس انت في حته بعيد قوي، انت مسافر فوق، انت شايفنا من فوق. لا طبعا يا شريف، ده الصح يحصل، بس ما بيحصلش في مجتمعات كتير. انت لسه بتقول الناس نسبه الخلع ما اعرفش ايه. ماشي ده لو كان بيقولها بحبك وبيدلعها وشكرا وتسلم ايديكي، ده بيتخانق ان الرز معجن والرز لازق في الحله يتخانقوا عادي، بس ماشي. بعد كده يقول لا، وبعد كده يقول لها ايوه انت عارفه. طب انا هقول لك حاجه لذيذه قوي. قول لي. هو لذيذ انهم يتخانقوا وايه الرز ده؟ لا بقول لك النهارده الرز، بس ما يقولهاش ايه الرز المقرف ده، عشان دي نعمه ربنا اصلا مش المفروض نقول عليها كده. بس بقول لك الرز النهارده كان طعمه مش حلو خلاص.
بكره ارجع الاقي رز احلى بطريقه لذيذه. ماشي. ايه بقى المشكله؟ في ستات كتير عندها المشكله دي ان هو هي نفسها. يا جماعه الست كائن رقيق وحساس، والله العظيم دي بكلمه حلوه خدتها كده جنبك انت اشتريت خلاص. وفي ناس بتبقى متخيله ان الست مصدر للنكد، لا الست مش مصدر للنكد، انت لو ممتن ان الست دي في حياتك. بس في ستات تانية بقى بتعمل الند بالند زياده عن اللزوم مع جوزها، انت فاهمه قصدي طبعا. بحاول. بالذات الستات اللي بتشتغل وبتصرف بتبقى ساعات محسسه انا زي زيك في كل حاجه، وبتفقد شويه من انوثتها. خلينا ماشي، ده في نسبه، انا معاك للاخر. اه في نسبه في المجتمع. ايوه في نسبه في المجتمع كده، ده في غلط برضو عليها شويه. يعني لازم برضو انت ما تحسسيش الراجل دايما، او ولا مش دايما، ما تحسسوش خالص ان انت بتصرفي عليه او انت بتشاركيه في الايه. لا دي مهينه، دي تهين اي راجل. فبس عشان نبقى واضحين، ده بيحصل. اه بس انا بس عايزه، كويس ان انت اثرت النقطه دي. الست بتساعد الراجل ليه؟ بتساعده يعني، انا يعني الست ليه بتساعد جوزها؟ بتساعد جوزها عشان شايفه ان عليه اعباء كتير فبتساعده، مش لغرض انك تمني عليه وتقولي له انا زي زيك وانت بتحط قرش وانا بحط قرش. لا هي ما بتتحسبش كده، هي العلاقه ما بتتحسبش كده. وان فكره ان هي تبقى تقول للراجل انا اللي بصرف على البيت، فدي ممكن تبقى مهينه للراجل وده بيأثر على علاقتهم. بس انا اصلح لي برضو عشان ده رايي الشخصي، فما اعرفش انت ممكن تختلف او تتفق. انا بشوف ان الراجل ساعات بيحب يحس ان الست فيها سن الضعف. اه طبعا طبعا، انا بشوف كده طبعا طبعا، على الرغم انه انا مش بسميه ضعف، انا بسميه ان الست كائن رقيق، يعني هي ارق. بس الراجل عايز دايما يحس ان يعني هو، يعني احساسي ده حقيقي. اه طبعا، والراجل دايما عايز يحس ان هو اقوى في كل الحاجات. مش فاهمه قصدي. ايوه بس هو في ستات، بس انا بحس ان هي حاجات بتشوف كتير. لما تطلع حته الذكوره اللي فيها ده مش صح. لا مش صح طبعا. طب بس خلاص. لا لا انا على فكره انا ضد ده تماما. وفي ناس كتير قوي بتهاجمني انه لا لازم الست تبقى اه في مساواه وكل حاجه، بس هي الست ست والراجل راجل. بس عشان نبقى متفقين، هو ربنا خلقنا مختلفين، الست ست والراجل راجل. الست بتتحمل حاجات الراجل ما يتحملهاش والعكس. يعني ده طبيعي. بس تصدق انت لفت نظري لحاجات انا هعيد تفكير في ايه. لا بس لازم يقولها بحبك، انا مش هتنازل عن رايي، لازم يقولها بحبك. اه كلهم لازم الراجل يقول لمراته انا بحبك وربنا يخليكي ليا وانت احلى حاجه في حياتي. لازم هتلاقيها نورت كده الست كده، هتلاقيها نورت. انتوا منورين على طول يا حبيبتي. طبعا ده اساسي. شرفتيني يا شريف. شكرا شكرا ان فينا عصام على وجودها معانا النهارده. بصي بقى بعد كل الحاجات دي هقول لك هنغني لك، عارفه ايه؟ ايه؟ عيله تايهه اصلا. يلا بينا. للنجم احمد عدويه بشكرك. ميرسي يا شريف. وبعد كده فاصل نرجع لكم مع جلادس حداد، خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. عيلة تايهة يا ولاد الحلال، ببلوزة نايلون على جيبات رجال، والأجر والثواب عند الله يا عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحلال، ببلوزة نايلون نايلون على جيبات رجال. عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحلال، ببلوزة نايلون نايلون على جيبات رجال. والحلوة خوخة 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 جت بعد دوخة، الحلوة خوخة جت بعد دوخة، واللي يلاقيها يلاقيها يخطرنا في الحالية يا ولاد الحلال عيلة تايهة.
وشطورة قمرة وأمورة ودي شطرة وشطورة قمرة وأمورة غنوة ومكتوبة مكتوبة من أصل وصورة ودي غنوة ومكتوبة مكتوبة من أصل وصورة الحلوة كوكا جت بعد دوكا الحلوة كوكا جت بعد دوكا واللي يلاقيها يلاقيها يخبرنا في الحال يا يا ولاد الحلال عيلة تايهة عيلة تايهة عيلة تايهة يا عدوي. الله أربعة شارع شريف.